المنتخب السيليستي السنغالي اللي يسعد جمهور الاوروغواي الحاضر في ملعب المباراه ملعب السنتيناريو. النتيجه الان 2-0 رصيد كريستيانو رودريغيز. شوف العالم الاخرى كره مقوسه رودريغيز هو من لامس الكره يوقع على هدف ثاني للاوروغواي. رودريغيز اللاعب سابق لاتلتيكو مدريد الاسباني ولعب ايضا مع باريس سان جيرمان الفرنسي. يلعب الان مع النادي الاندبندينتي الارجنتيني. يسجل